الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا في أقسام الكلمة. الكلمة تنقسم 3 أقسام: اسم وفعل وحرف. قد انتهينا ولله الحمد من القسمين، الاسم والفعل، والدرس اليوم مع القسم الأخير وهو الحرف. قال الإمام ابن هشام رحمة الله عليه: وأما الحرف فيعرف بأن لا يقبل شيئا من علامات الاسم والفعل. وأما الحرف فيعرف، هو يعرف الحرف بذكر علامته، والحرف كلمة دلت على معنى في غيرها، هذا تعريف الحرف. هكذا عرفه الشيخ ابن هشام في كتابه شرح شذور الذهب الذي هو أعلى وأرقى من هذا الكتاب. ذكر تعريف الحرف هناك بأنه كلمة دلت على معنى في غيرها. معنى أن الحرف كلمة دلت على معنى في غيرها، يعني لا يظهر معناها كاملا إلا مع غيرها. الحرف عندما ينطق به مجردا لا يفهم معناه ولا يدرك المقصود منه، عندما يتصل بكلمة أخرى يظهر المعنى. هذا معنى كلمة دلت على معنى في غيرها، أو كلمة لا يظهر معناها كاملا إلا مع غيرها. ولها علامة واحدة، وعلامتها علامة عدمية. علامة يعني علامة عدمية، يعني عدم وجود أشياء مؤينة يدل على حرفية الكلمة. ما هي هذه الأشياء المعينة؟ علامات الاسم السابقة وعلامات الفعل السابقة. أينما وجدت كلمة في العربية لا تقبل علامات الأسماء ولا تقبل علامات الأفعال فهي حرف، لأن الأقسام 3. إذا انتفت الاسمية وانتفت الفعلية تعين كون الكلمة حرفا، إذ ليس وراءنا أو ليس أمامنا قسم غير ذلك. مفهوم الكلام؟ مثلا في الحروف الهجائية عندي 3 أحرف، في الخارج 3 أحرف، عندي حاء، 3 أحرف تكتب بطريقة واحدة، خاء جيم. الخاء تميز بالنقطة الفوق أو الفوقانية أو الفوقية، والجيم تميز بالنقطة التحتية، والهاء بعدم وجود النقطة. إذن علامة الحاء العدمية، عدمية، عدم وجود النقطة لا فوق ولا تحت. وعلى هذا النحو الحرف، وعلى هذا النحو الحرف في هذه المسألة، الأسماء لها علامات وجودية، والأفعال لها علامات وجودية، والحرف علامته عدمية. وأحسن عبارة في ذكر علامة الحرف ما قاله الإمام الحريري في ملحته، يقول والحرف ما ليست له علامة فقس على قولي تكن علامة. والحرف ما ليست له فقس على قولي تكن علامة. نعم. الحرف ما ليست له علامة، كل علامة له علامة. كلام جميل. كل علامة سمعت، ترك العلامة له علامة، هو اقتبس من بيت الحريري، لكن بيت الحريري
أجمل طبعا. طيب، وأما الحرف فيعرف بأن لا يقبل شيئا. بأن لا يقبل شيئا. طيب، المكتوب يقبل بنصب المضارع على أن أن السابقة، أن السابقة مصدرية ناصبة للمضارع، ولكن الظاهر أن تكون أن هنا مخففة من الثقيلة، والمضارع بعدها مرفوع، بل هو الصواب، لأن أن المصدرية إذا وقعت في أول الكلام فهي ناصبة للمضارع، مثل وأن تصوموا خير لكم. وإذا سبقت بكلمة، ننظر إلى ما سبقت به، إذا كان لفظا يدل على اليقين فهي مخففة من الثقيلة، وإذا كان لفظا يدل على الرجحان فهي تحتمل أن تكون مخففة من الثقيلة وأن تكون ناصبة للمضارع. طيب، أن هنا مسبوقة بإيه؟ يعرف، والمعرفة بمعنى العلم، فيعلم فيعرف. إذن الصواب رفع المضارع ولا ينصب، يعني فيعرف بأن لا يقبلوا، بألا يقبلوا، على حد قوله تعالى علم أن سيكون منكم مرضى، وليس سيكون وقبله أن، علم أن سيكون، لأن أن مسبوقة بألم فهي مخففة من الثقيلة، يعني أصلها أن، هذا الكلام أصله، فيعرف بأنه لا يقبل شيئا، فخففت النون وهزف اسمها، وخزف اسم أن. إذن هذا يعد من الأخطاء المطبعية. الصواب أن نقول إيه؟ لا يقبل، لا يقبل، تمام، صحيح. وسيأتي، ستأتي المسألة في باب إعراب المضارع. وأما الحرف فيعرف بأن لا يقبل شيئا من علامات الاسم والفعل، نحو هل وبل، نحو هل وبل، ذكر مثالين. والحرف ينقسم ثلاثة أقسام، هناك حرف مختص بالأسماء، وحرف مختص بالأفعال، وحرف مشترك بين الأسماء والأفعال. هل حرف مشترك يدخل على الاسم ويدخل على الفعل، هل حضر محمد، هل محمد حاضر، دخلت على الاسم، مشتركة بين الفعل والاسم. أما المختصة بالفعل فحروف الجزم على سبيل التمثيل، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هي مختصة بالفعل. والمختصة بالاسم حروف الجر على سبيل التمثيل، قال كهل وبل. والحروف كالأسماء، هناك ما اتفق على حرفيته وهناك ما وقع فيه الخلاف. ذهب بعض العلماء إلى أنه حرف، وبعضهم إلى أنه خلاف. قال وليس منه، وليس من إيه؟ من الحرف، وليس منه أي وليس من الحرف، مهما اختلف فيه، هل هو اسم أو هو حرف. قال بعضهم باسميته وقال بعضهم بحرفيته، وابن هشام مع القائلين باسمية مهما، لذلك قال وليس منه، وليس من الحرف مهما، هذا رد على قائلين باسمية مهما. هي أصلا لا خلاف في المعنى، مهما معناها شرط، أداة شرط، لكن هل هي حرف أو هي اسم، هذا هو الخلاف.
المعنى واحد. ويترتب على هذا الخلاف اللي يترتب على ذلك اختلاف طريقة الإعراب، نقول حرف شرط أو نقول اسم شرط، لا محل له من الإعراب أو في محل الرفع مبتدأ، يترتب على الخلاف أثر إعرابي. سيأتي في الشرح. وإذ ما، هذا عطف على مهما، ليس منه مهما، الصواب أن مهما اسم. وكذلك إذ ما مختلف فيه، هل هو حرف أو هو اسم؟ رأي ابن هشام أنه، وهو أيضا من أدوات الشرط. ليس من الحرف مهما وإذ ما. ثم قال بل ما المصدرية، هذا عطف، بل من حروف العطف، وهو يثبت لما بعده ما نفي عما قبله. عندما أقول ما جاء محمد بل زيد، ما جاء محمد بل زيد، ما معنى هذا الكلام؟ نفي المجيء عن محمد وإثباته لزيد. بل أينما وجدته حرف عطف يثبت لما بعده ما نفي عما قبله. ليس منه مهما وإسما، نفي الاسمية عن مهما وإسما. ثم قال بل ما المصدرية، إذن هذا إثبات الحرفية لما المصدرية، نفيت الحرفية أما قبل بل، وهما وهو مهما وإسما، وأثبت لما بعدها. قال بل ما المصدرية، يعني ما المصدرية من الحروف، وفيها خلاف أيضا، هناك من قال باسميتها ومن قال بحرفيتها، وابن هشام مع القائلين بحرفيتها. ولما الرابطة في الأصح، لما الرابطة، إذن نفهم قال ليس منه مهما، ذكر مهما دون وصف، لم يقل مهما الشرطية، لأنه ليس عندنا في العربية مهما إلا الشرطية، فلا حاجة إلى الذكر، لأن لا نحتاج إلى الوصف، لأن مهما لها معنى واحد. أيوة. وكذلك إزما لم يذكر أي وصف، لأن لها معنى واحد، لكن عندما لم يقل بل ما، قال على المصدرية، وهذا الوصف للإخراج، المصدرية لإخراج، لإخراج ماذا؟ الموصولة، فمع الموصولة اسم بالإجماع، وإخراج إيه أيضا؟ الشرطية، اسم بالإجماع، وإخراج ما النافية حرف بالإجماع. طيب أين يكون الخلاف؟ في ما المصدرية، وهي التي يؤخذ منها مع ما بعدها معنى المصدر، هي وما بعدها بمعنى المصدر. وكذلك قال ولما الرابطة، لماذا ذكر الصفة؟ لأن لما في العربية لها استعمالات، لها أكثر من معنى. لما تكون حرف نفي بمعنى لم، كلا لما يقضي ما أمر، قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا، ولما يدخل الإيمان بمعنى ولم يدخل، إذن هناك لما نافي النافية، وهناك لما الاستثنائية التي بمعنى إلا، إن كل نفس لما عليها حافظ، معناه إلا عليها حافظ، إلا عليها حافظ. إذن لما الرابطة تخرج النافية وإيه والاستثنائية. ولما الرابطة في الأصح، لما الرابطة وهي التي بمعنى حين، ولما قضينا عليه الموت، ما دلهم على موته، لما الرابطة، بعضهم يقولون حرف وجود لوجود، أخذنا فيما سبق حرف امتناع لامتناع، أليس كذلك؟ يعني عندي حرف امتناع لامتناع، وحرف وجود لوجود،
وحرف امتناع لوجود. حرف وجود لوجود ما المعنى؟ يدل على وجود الجواب لوجود الشرط. متى وجد الشرط لوجود الجواب؟ لما تدل على أن ما بعدها محقق واقع، بعدها فعلان، كلاهما واقع، لكن وقوع الثاني بسبب وقوع الأول. أقول لما زرتني أكرمتك، لما زرتني، لما تدل على وقوع الإكرام بسبب إيه؟ وقوع الزيارة. وعكسها لو، هي تدل على الامتناع، الامتناع. لو زرتني لا أكرمتك، لو تدل على عدم وقوع الإكرام لعدم وقوع الزيارة. طيب لولا تدل على امتناع الجواب لوجود الشرط، أقول لولا الله لهلكت. لولا الله، لولا تدل على عدم وقوع الهلاك، لماذا؟ بسبب وجود الله. يا سلام، وصلت؟ طيب لما هنا بعضهم يقولون حرف وجود لوجود، من يقول بحرفيتها؟ قال الشيخ ابن هشام ولما الرابطة، لما من الحروف أيضا في الأصح، هذا الجار والمجرور يتعلق بالكلمات الأربعة، بالكلمات الأربعة ولا خمسة، بالكلمات الأربعة، عندي أربعة أحرف مختلف فيها، مهما وإزمة، ما المصدرية ولما الرابطة؟ الراجح في مهما وإزما الاسمية، والراجح في ما المصدرية ولما الرابطة الحرفية. يشرح كلامه، قال رحمه الله لما فرقت من القول في الاسم والفعل شرعت في ذكر الحرف، والحرف في اللغة بمعنى الطرف، ومن الناس من يعبد الله على حرف، أي على طرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله. فذكرت أنه، أي أن الحرف يعرف بألا يقبل شيئا من علامات الاسم ولا إيه ولا علامات الفعل، ولا علامات الفعل. نهو هل وبل، فإنهما لا يقبلان شيئا من علامات الأسماء المذكورة وغير المذكورة، ولا شيئا من علامات الأفعال المذكورة وغير المذكورة، فانتفى أن يكون اسمين، أي فانتفت اسميتهما، وأن يكون فعلين، وتعين أن يكون حرفين، أي ووجب أن يكون حرفين. إذ تعليل، تعليلية، إذ ليس لنا إلا ثلاثة أقسام. الشيخ أحمد، ما إعراب ثلاثة أقسام؟ إلا ثلاثة أقسام بالرف. صلي على رسول الله وأجب. أحسنت، بارك الله فيك. اسم ليس، هذا استثناء مفرغ، ما بعد إلا يعرب بحسب ما قبلها. وقد انتفى اثنان، وقد انتفى يعني الاسمية والفعلية، فتعين الثالث وهو الحرفية. ثم قال ولما كان من الحروف ما اختلف فيه هل هو حرف أو اسم نصصت عليه كما فعلت في الفعل الماضي وفعل الأمر، وهو أربعة. المختلف فيها من الحروف أربعة، إذ ما
ومهما وما المصدرية ولما الرابطة أي التي تربط وجود شيء بوجود شيء آخر. فأما إذما يفصل الخلاف، فأما إذما فاختلف فيه سيبويه وغيره. الخلاف بين الإمام وتلامذته، بين سيبويه وغيره من النحويين. فقال سيبويه: إنها حرف بمنزلة إن الشرطية. إذما حرف بمنزلة إيه؟ إن الشرطية. فإذا قل إذما تقم أقم فمعناه إن تقم أقم. يعني أقول إذما حرف شرط لا محل له من الإعراب، تقم فعل الشرط، أقم جواب الشرط، كما أقول في إعراب إن تقم أقم. وقال المبرد: خاتمة الأئمة البصريين، الإمام المبرد آخر أئمة المذهب البصري، وبه انتهت المدرسة واستخلفها مدرسة أخرى وهي المدرسة البغدادية الجامعة بين أصول البصريين وأصول الكوفيين، وترجح عندهم كثير من أقوال البصريين. فقال المبرد وله كتب كثيرة، وأشهر كتبه الاثنان، ولا يستغني عنهما من يريد أن يتمكن في اللغة العربية. أما الأول ففي النحو والصرف، وهو المقتضب وموجود مطبوب. مقتضب؟ المقتضب، وهذا هو الكتاب الثاني في تصنيف الكتب النحوية. المقتضب. المقتضب. ضبو ضبو ضبا المقتضب رجل. الكتاب الأول كتاب سيبوي، وبعده إيه؟ المقتضب. الكتاب الثاني هو الأول وليس الثاني. الكتاب للإمام سيبوي هو أول الكتب وأعلاها وأصل كل شيء، كل فضل يرجع إليه، ثم بعده المقتضب من بين الكتب الموجودة التي وصلت إليه. هناك كتب ثمينة رفيئة المستوى كتبت قبل المبرد لكنها ضاءت، لم تصل إلينا، وصلت. والكتاب الثاني للمبرد في الأدب، وفيه كثير أو وفيه بعض المسائل النحوية والصرفية، لكن الأساس الأدب، وهو الكامل في اللغة والأدب، هو مطبوع أيضا محقق. عندنا المقتضب وعندنا الكامل، انتهى المبرد. طيب، وقال المبرد: وابن السراج. ابن السراج تلميذ من تلامذة المبرد. تلميذ من تلامذة ايه؟ المبرد. وله كتاب الأصول في النحو، وهو الكتاب الثالث بعد المقتضب مباشرة. الأصول في النحو، وهو مطبوع محقق، وله موجز في النحو لكنه كتاب صغير لا يجاوز 150 صفحة، لكن أصول مجلدات. والفارسي هو أيضا تلميذ للمبرد، أخذ عنه كما يقول بعض المترجمين. والفارسي أبو علي الفارسي شيخ ابن جني، له كتب كثيرة كثيرة. ابن جني؟ جني، ابن جني. هذه الأعلام الثلاثة: المبرد وابن السراج والفارسي. قالوا إنها، أي إن إزما، ظرف زمان. ما معنى ظرف زمان؟ اسم يعني إزما ظرف زمان، ونفهم من ذلك اسميتها، لأن الظرف لا يكون إلا اسما، الظرف لا يكون حرفا ولا يكون فعلا.
وإن المعنى في المثال أي المثال المذكور متى تقم أقوم. إذا متى يقرب على الظرفية، متى اسم شرط مبني على السكون في محل النصب ظرف. طيب عرفنا القولين في المسألة، قول الإمام سيبويه وقول هؤلاء الأئمة الثلاثة، وما دليل كل منهما؟ قال واحتجوا أي المبرد وابن السراج والفارسي بأنها أي بأن إزمة قبل دخول ما عليها كانت إسما بالإجماع. وإذ قلنا للملائكة، إذ هنا إسم بالإجماع. قبل دخول ما إسم بالإجماع. والأصل عدم التغيير، والأصل أن لا، والأصل ألا يتغير الشيء عن أصله. وأجيب عن هذا الدليل، بمعنى اعترض على هذا الدليل أو أبطل. بماذا؟ بأن التغيير قد تحقق قطعا، أي قد وقع في إذ بعد دخول ما التغيير باليقين، بدليل أنها كانت للماضي قبل دخول ما، إذ ظرف للزمان الماضي. وبعد دخول ما فصارت للمستقبل، أي صارت للمستقبل. عندما نقول إذ ما، فهذا الظرف يتعلق بالمستقبل، لكن إذ فقط بالماضي. فدل على أنها نزع منها ذلك المعنى البتة. يعني إذ كانت حرفا بالإجماع، وبعد دخول الحرف عليها وهو ما أثر إذ وغيرها فصارت حرفا كما قال الشيخ ابن هشام. وفي هذا الجواب نظر، يعني ليس مقتنعا بهذا الجواب، كأن ابن هشام في هذه المسألة يميل إلى رأي المبرد ومن وافقه، ولا يوافق سيبويه في المسألة. مع أن سيبويه هو الإمام، هو إمام الجميع، ولكن لا تقليد في النحو، لا تقليد. عندما نقبل قول سيبويه نقبله بالنظر إلى القول ودليل القول، ليس بالنظر إلى شخصه. وفي هذا الجواب نظر لا يحتمله هذا المختصر، يعني هناك اعتراض على هذه الإجابة ولكنها لا تليق بهذا الكتاب. أشار الشيخ محي الدين إلى هذا النظر، قال حاصل هذا النظر أنه لم يرتضي الجواب الذي أجاب به أنصار سيبويه. طبعا سيبويه ليس هو الذي أجاب، لأن هؤلاء الأعلام الثلاثة المبردة وابن السراج والفارسي جاءوا بعد سيبويه بأشرات السنين، يعني الفارق بين سيبويه وهؤلاء الأعلام أكثر من 200، 3 قرون تقريبا. إذن ليس هو الذي أجاب، لأنه لا يعرف بوجودهم أصلا. من الذي أجاب؟ أنصار سيبويه. وذلك لأن خروج الكلمة من دلالتها على زمان إلى دلالتها على زمان آخر لا يلزم منه خروجها عن أصلها في النوع من كونها اسما أو فعلا، فإن الفعل الماضي دال على الزمان الماضي، وإذا دخلت عليه إن الشرطية دل على الزمان المستقبل. يعني فهم هذا في الماضي، لكن أقول إن فهم صار بمنزلة المضارع يتعلق بالمستقبل. والفعل المضارع دال على الحال والاستقبال، ومتى دخلت عليه لم النافية دل على الماضي.
فهم عفوا يفهم في الحال أو أو المستقبل، لكن عندما أقول لم يفهم صار بمعنى ما فهم يعني في الماضي. ولم يقل أحد بأن المضارع في لم يفهم ماضي، صار فعلا ماضيا لتغير زمني، لم يقل أحد بذلك. ومع ذلك فإن أحدا مكتوب عندكم إيه؟ وهذا خطأ في التعليق، فإن أحدا من العلماء لم يذهب إلى أن واحدا من هذين الفعلين قد خرج عن أصله، فصار الأول فعلا مضارعا أو الثاني فعلا ماضيا مثلا. طيب انتهينا بمسألة الخلاف في إزمة، عرفنا أن في المسألة قولين ولكل قول ما اعتمد عليه. سيبويه نظر إلى الحرف الذي دخل على إز، نظر إلى المعنى، سيبويه نظر إلى المعنى. إزمة تفيد معنى إن، فكما أن إن حرف بالإجماع فإزمة أيضا كذلك، فإزمة أيضا كذلك. وغيره نظر إلى اللفظ، فإز في أصلها اسم ولم نجد دليلا قاطعا يدل على خروجها من الاسمية إلى الحرفية لكل ما اعتمد عليه. والراجه عند ابن هشام ما عليه غير سيبويه، ولكل وجهة هو موليها. طيب نأتي إلى الحرف الثاني، مسألة واضحة. درس اليوم يحتاج إلى الصلاة على رسول الله، ربما درس اليوم أصعب من كل ما سبق، يعني ليس صعبا ولا أصعب، لكن يحتاج إلى التركيز دقيق. هل فهمتم ما يتعلق بإزمة؟ طيب نبدأ في مهما. قال رحمه الله: وأما مهما فزعم الجمهور أنها اسم، زعم الجمهور أنها اسم بدليل قوله تعالى، زعم عند النحويين بمعنى قال، لا يعني التكذيب أو التضعيف أو نحو ذلك، زعم عندهم بمعنى قال أو رأى. ولكن في اللغة العربية على العموم زعم يدل على التكذيب والإبطال، عندما أقول زعم فلان كأني أقول كذب أو أخطأ. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، حتى يقولون في المثل، يعني حتى يقول العرب في المثل زعموا مطية الكذب. يكون كذلك، نعم. لكن زعموا هذا مثل، زعموا مطية الكذب، يعني عندما يوصف أحد بالزعم كأني أريد أن أكذبه من طرف خفي. ولكن عند النحويين لا، لأن ابن هشام في هذه المسألة مع الجمهور، وكيف يصف نفسه بالزعم؟ لو كان تكذيبا كيف يصف نفسه بالزعم؟ هو مع الجمهور في المسألة. كل النحويين إلا من سيستثنى بعد قليل، كل النحويين، عندما نقول الجمهور يعني كل النحويين إلا الأفراد الذين يذكرون استثناء من الجمهور. قال: فزعم الجمهور أنها اسم. وما دليل الجمهور؟ بدليل قوله تعالى، يعني مسألة عندما أدرس المسألة وأريد أن أستوئبها، أولا الرأي، ثالثا الدليل، ثانيا عفوا دليل الرأي، ثالثا وجه الاستدلال، مناط الاستدلال، لأن كثيرا من الأدلة بينه وبين المدلول ما بين المشرق والمغرب. واحد عنده دعوة يعمل شيئا فتسأله عن الدليل فيذكر دليلا لا علاقة له بمدلوله، لذلك ذكر الدليل فقط لا يسمن ولا يغني من جوع. عندما يستدل أحد بآية قرآنية أو بحديث أو بأي دليل، هذا فقط لا يكفي، لابد أن يذكر وجه الاستدلال. مفهوم الكلام؟
مثلا واحد يقول لك لا يعني لا تقييد في تعدد الزوجات، الإسلام لن يقيد، جعل الباب مفتوحا. إذا كان المسلم عادلا ويستطيع أن يعدل بين زوجاته فيجوز له إذا قدر أن يتزوج بمئة امرأة. هذه دعوة يقولها بعض الشيعة. وما الدليل؟ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وخلاص. يعني نقول ما وجه الاستدلال؟ كيف استنبط الدليل منه؟ هذا هو الذي لا بد من السؤال عن هذا. يعني يخدع الناس في هذا الباب كثيرا، دعوة باطلة فيقال ما الدليل، فتذكر آية قرآنية لا علاقة لها بالمسألة أو لا تدل على الدعوة. إذن بعد ذكر الدليل لابد أن تفكر أو تسأل ما وجه الاستدلال. إذن عندي رأي وعندي دليل وعندي وجه الاستدلال في المرتبة الثالثة، وفي المرتبة الرابعة ما يمكن أن يؤترض به على الدليل. هل هذا الدليل يمكن أن يؤترض عليه أو لا يمكن؟ إذا كان يمكن فما هو الاعتراض؟ إذا فعلت هذا يعني تكون قد أحطت بالمسألة علما. الرأي، الدليل، وجه الاستدلال، الاعتراضات على الدليل وعلى القول. طيب القول، قول الجمهور مهما اسم وما الدليل مهما تأتنا به من آية، هذه الآية القرآنية. طيب ما وجه الاستدلال؟ هو يذكر قال فالهاء من به، أي الضمير المجرور، عائدة عليها، أي على مهما. الشيخ أحمد ينام، تريد أن تنومنا يا شيخ أحمد؟ اشرب شاي أو الماء، لا يجوز، خليك معنا يا شيخ أحمد. ما وجه الاستدلال؟ فالهاء من به، أي الضمير في به، عائدة عليها، أي على مهما، والضمير لا يعود إلا على الأسماء. هذه من علامات الأسماء التي لم يذكرها ابن هشام فيما سبق. من علامات الأسماء رجوع الضمير، الضمير لا يعود على الأفعال ولا على الحروف، إنما يعود على الاسم لفظا أو تقديرا. طيب انتهينا من رأي الجمهور، الرأي والدليل ووجه الاستدلال. الرأي المخالف، وزعم السحيلي عالم كبير من علماء الأندلس، له كتاب نتائج الفكر في النحو، وهو مطبوع في دار السلام، محقق تحقيقا جميلا، وهو كتاب رائع يجمع بين قواعد النحو والمعنى والاستنباطات الدقيقة من القرآن والحديث كثيرا. نتائج الفكر موجود في دار السلام. هل حققت الكتاب أو كتبت الكتاب أو ألفت الكتاب؟ يعني والله عندي كتاب في الصرف مطبوع من سنتين تقريبا وينشر في الدراسة، اسمه أوجز المقال في شرح تحفة الأطفال في بيان حقائق الأفعال. هو حدود 300 صفحة. الكتاب هناك مت علم الصرف، نظم منظومة في علم الصرف لأحد شيوخ السنغال أو شيوخ العالم الإفريقي كله، مولانا الشيخ ممكن تسمع عنه الحاج إبراهيم النياس، تعرفه؟ عنده منظومة في علم الصرف اسمه تحفة الأطفال في بيان حقائق الأفعال، وأنا شرحت هذا الكتاب، والكتاب موجود في دار أصول الدين. وهذا الكتاب إن شاء الله أريد أن أقرأه معكم في بعد الانتهاء من شرح قطر الندى في نهاية السنة. نعم. وعندي كتاب آخر في آداب طلب العلم اسمه اللهم صل على رسول المصطفى، نعم، كشف الغطاء، كشف الغطاء عن طريقة التحصيل عند العلماء. الكتاب يتضمن المناهج التعليمية الدقيقة عند علماء المسلمين وما يحتاج إليه الطالب لينجح في طلب العلم. كتاب يعني
أتمنى أن يقرأه كل طالب علم، فيه ما لا يستغنى عنه، كشف الغطاء عن طريقة التحصيل عند العلماء. الكتاب مطبوع في دار الفقيه، موجود في سيدنا الحسين خلف مسجد سيدنا الحسين، لكن ممكن أتيكم بنسخ إذا كنت، إذا أنت تريد ممكن أتيك بنسخ، لكن بالنسبة لأوجز المقال أنه ليس عندي نسخ، لكن لأن هذا طبع من 4 أشهر عندي بعض النسخ، لكن أوجز المقال انتهى، موجود في دار أصول الدين، تعرف المكتبة؟ أيوة موجود. حاضر إن شاء الله سأتيكم ببعض النسخ منها. يعني يباع في المكتبة ب60 جنيه، لكن لا يكون عندكم بهذا المبلغ إن شاء الله، سيكون يعني على الأقل 40 أو 50، سيكون فيه خصم إن شاء الله، سأتيكم بنسخ بإذن الله تعالى. طيب نكمل. وبالنسبة للتحقيق هناك كتاب قيم جدا اسمه اللهم صل على الرسول، حاشية الشيخ العطار على شرح الأزهرية في علم العربية. هذا الكتاب حققته وعلى قيد الطباعة، لم يطبع بعد، هو في حدود 700 صفحة، كتاب في النحو رائع جدا، إن شاء الله سيطبع قريبا، ممكن في المعرض القادم بإذن الله. طيب نرجع إلى ما نحن فيه. وزعم السحيلي، هذا الكتاب يعني خصوصا أنت يا طالوت من له عناية بالنحو يشتري هذا الكتاب، نتائج الفكر، كتاب السحيلي. السحيلي أقول عنده كتاب قيم يجمع بين النحو والمعنى كثيرا، كتاب يعني يجعل الإنسان يفهم النحو بصورة دقيقة، يفهم النصوص من خلال القواعد النحوية. وزعم السحيلي وابن يسعون أنها أن إيه مهما حرف وما دليلهما، واستدل على ذلك واستدل على ذلك. طيب قبل ذكر الدليل تعليق رائع للشيخ محي الدين، يقول ظاهر كلام المؤلف أن القائل بأنها حرف يقول إنها حرف في كل كلام وردت هي فيه، ولهذا استدل على بطلان ذلك بمجيء حسما في بعض الاستعمالات كالآية الكريمة، واستدل لكون حسما في الآية بأود الضمير عليها. لكن من العلماء من زعم أن الذين يقولون إنها حرف لا يرون أنها في كل كلام تجيء فيه تكون حرفا، بل هم يرون أنها قد تكون حرفا في كلام ما، مثل ما ذكره في بيت زهير، وهذا لا ينافي أنها تكون اسما في كلام آخر مثل الآية الكريمة، مثلا ما النافية، ما تكون حرفا إذا أفادت النفي، وتكون اسما إذا كانت موصولة، وكذلك مهما في بعض المواضع حرف وفي بعض المواضع اسم. هذا رأي هؤلاء العلماء في نقل بعضهم، ولكن طرد الباب على وتيرة واحدة مرغوب فيه ما أمكن ذلك، فالأولى أن تكون اسما في جميع الأحوال أو حرفا في جميع الأحوال. طيب واستدل أي السحيلي وابن يسعون على ذلك، أي على هذه الدعوة، على حرفية مهما بقول زهير، زهير بن أبي سلمة وليس سلمة، سلمة بضم السين، زهير بن أبي سلمة يقول في معلقته: ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلن. بيت من الحكمة، يعني لا يستطيع الإنسان أن يكتم أخلاقه، لا يستطيع أن يكتم. البخيل مهما فعل سيكتشف الناس أنه بخيل، والجاهل مهما تظاهر بالعلم سيكتشف الناس أنه جاهل. مهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها، أي وإن ظنها،
تخفى على الناس تعلن. يعني عندما تنزل ضيفا على البخيل، بخيل لا أقصد أنت، يعني تكون ضيفا عند البخيل، يحاول البخيل في أول يوم أن يكتم بخله ويطعم ويفعل في اليوم الأول، وفي اليوم الثاني يبدأ يسأل متى تسافر، متى تمشي. بدأ البخل يظهر ثم حتى يطرده من البيت، وفي النهاية تكتشف حقيقته. وكذلك الإنسان سيء الخلق عندما يسافر أو يلتقي بأناس جدد في حياته، يحاول أن يظهر عكس خلقه أنه طيب وصادق وكذا، لكن بعد يوم يومين ثلاثة تظهر الحقيقة. هذا معنى البيت. ومهما تكون عند امرئ من خليقة، أي من خلق، الخليقة والخلق بمعنى واحد، وإن خالها تخفى على الناس تؤلم. طيب، وتقرير الدليل، أي وجه الاستدلال، تقرير الدليل. أنهما، أي أن السحيلي وابن يسون أعربا خليقة، اسما لتكن، مهما تكن من خليقة. قالوا أصله مهما تكن خليقة، من هنا زائدة، من هنا زائدة، على حد قوله تعالى أن تقولوا ما جاءنا من بشير، ما جاءنا من بشير، أصله ما جاءنا بشير. هل يوجد كلمة زائدة في القرآن؟ نحو. ما معنى الزيادة؟ يعني الزيادة كل نقصان. يعني لو كان هنا ولم يكن لا. ما معنى الزيادة عندك؟ ماذا تفهم من كلمة الزيادة؟ يعني زائدة. يعني زائدة ولم تكن لا يغني من حق شيء. لا، وليس كذلك. إذا ليست زائدة. نحن الزيادة مصطلح نحوي له معناه المهدد. معنى الزيادة في النحو أن الحرف الزائد، معنى زيادة الحروف في النحو أنها لا تتعلق بفعل أو ما يشبه الفعل، أنها لا تتعلق بالفعل أو ما يشبه الفعل، ولا يعني أنها لا تفيد أي فائدة. وصلت؟ الزيادة في النحو أنها ليس لها متعلق. ما جاءنا من بشير، من هنا لا تتعلق بجاء، أصله ما جاءنا بشير، بشير فاعل لجاء، ومن هنا أدخلت لتدل على معنى ما. الزيادة عند النحويين تتعلق بعدم التعلق فقط، ولا تعني أنها لا تفيد، لكن مع ذلك لدفع الشبهة حتى لا يظن بعضهم أن النهويين يحكمون على بعض كلمات القرآن بزيادة، نبتعد عن مصطلح الزيادة فيما يتعلق بالقرآن، نقول صلة. الحرف الزائد في القرآن يقال له صلة، بمعنى لا يمكن الاستغناء عنه، كما لا يمكن الاستغناء عن جملة الصلة. إذا حذفت جملة الصلة ضاع، ذهب معنى الموصول ولا يفهم منه شيء، وكذلك الحرف الزائد في القرآن. إذن من خليقة أصله خليقة، خليقة اسم تكن، ومن زائدة. إذن مهما تكن خليقة، فتعين خلو الفعل من الضمير. إذا كانت خليقة اسم تكن، فليس في تكن ضمير مستتر، ليس في تكن ضمير مستتر. وكون مهما لا موضع لها من الإعراب، وإذا لم يكن في تكن ضمير مستتر، فمهما في أول البيت ليس لها محل من الإعراب، إذ لا يليق بها هاهنا، لو كان لها محل إلا أن تكون مبتدأ. يعني مهما في أول البيت اسم في أول الجملة ليس لها إعراب إلا أن تكون مبتدأ،
ولا يجوز أن تكون مبتدا. والابتداء هنا متعذر أي باطل ممتنع مستحيل لعدم رابط يربط الجملة الواقعة خبرا له، يعني لا يوجد رابط بين جملة الخبر وبين المبتدا. إذا قلنا مهما مبتدا أين الخبر؟ تكن عند امرئ من خليقة. ما هو الضمير الذي يؤول على المبتدا للربط بينهما؟ لا يوجد، وهذا يمنع أن تكون مبتدا. وإذا ثبت ألا موضع لها من الإعراب تعين كونها حرفا. وإذا ثبت أن مهما لا محل لها من الإعراب إذن تعين كونها حرفا، لأن الاسم لا يمكن أن يكون لا محل له من الإعراب. الاسم أينما وقع له محل من الإعراب، فكونها لا محل لها من الإعراب يقتضي حرفيتها. هل فهمتم وجه الاستدلال؟ مفهوم يا فيض الله؟ متأكد؟ ولا أعيد مرة أخرى؟ مفهوم يعني يا إسماعيل، مفهوم مستقيم؟ أعيد ولا خلاص؟ مهما في أول البيت يحتمل أن يكون حرفا ويحتمل أن يكون اسما. طيب إذا كان اسما فلا بد أن يكون له محل من الإعراب، إذا كان له محل من الإعراب لا بد أن يكون مبتدا لأنه اسم في أول الجملة. طيب إذا كان مبتدا فأين خبره؟ تكن عند امرئ من خليقة. طيب من إذا قلنا إنها زائدة فخليقة اسم تكون، لا يوجد رابط بين المبتدا وبين جملة الخبر، وهذا يبطل كون مهما مبتدا، لأن المبتدا لابد أن يكون له محل من الإعراب، والمبتدا لابد أن يكون له خبر، والخبر إذا كان جملة لابد أن يكون فيه رابط يربط الخبر بالمبتدا. وكل هذا يدل على أن مهما حرف لا محل له من الإعراب. طيب رد ابن هشام فقال والتحقيق. ما معنى التحقيق يا ناس؟ التحقيق في عبارات العلماء يستعمل بمعنيين. المعنى الأول إثبات القول على وجه الحق. إثبات القول على وجه الحق، هذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني إثبات القول بالدليل. إثبات القول بالدليل. طيب التحقيق هنا الظاهر أنه بالمعنى الأول، يعني ووجه الحق في المسألة أن اسم تكن ضمير مستتر تقديره هي يؤود على مهما، ومن خليقة من ليست زائدة، من أصلية، من خليقة جار ومجرور تفسير لمهما، يعني من هنا بيانية، كما أن من آية تفسير لما في قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها. ما ننسخ من آية أو ننسها من آية يفسر معنى ما. ومهما مبتدأ، مهما في البيت مبتدأ والجملة في محل الرفع خبر. وإذا بطل الدليل بطل المدلول. انتهينا من مهما، فيها قولان صحيح وباطل. الصحيح أنها اسم والباطل أنها حرف، ونوقش دليل كل من القولين. ننتقل إلى الحرف الثالث ولا في سؤال؟ نعم. نعم.
ونكتب على الصدور ما تكون الطلب؟ والله على حسب الحاجة. المهم استيعاب المسألة والمحافظة على الوقت أمامنا الكثير. إذا كانت المسألة تحتاج إلى ذلك خلاص. أنا ما ذكرته الآن في كلمتين تلخيص للمسألة. مهما اختلف العلماء في تحديد نوعها على قولين، القول الأول أنها اسم بدليل رجوع الضمير إليها في قوله تعالى مهما تأتنا به، والقول الثاني أنها حرف، والدليل أن على ذلك أنها وقعت في بيت زهير لا محل لها من الإعراب، وهذا يدل على حرفيتها. ونقض هذا الدليل بأن مهما مبتدا وفي جملة الخبر ضمير يعود عليها. هذا كل المسألة. ابن هشام صحيح؟ آه؟ ابن هشام يقول هذا اسم. نعم، ابن هشام مع الجمهور مع القائلين باسميتها. ونقول الضمير عاد عليه أو عاد إليه. يجوز الوجهان، عاد يتعدى بإلى ويتعدى بألا، يقول يعود إليه أو يعود عليه. نعم. وأما ما المصدرية فهي التي تسبك مع ما بعدها بمصدر. ما معنى تسبك؟ أي يستفاد منها مع ما بعدها بالمصدر. نحو قوله تعالى ودوا ما عنتم. ودوا فعل ماض مبني على الضمة لاتصاله بواو الجماعة أو لاشتغاله بحركة المناسبة، أو نقول فعل ماض مبني على الفتحة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل الرفع فاعل. ما عنتم، ما وما دخلت عليه مصدر مؤول في محل النصب مفعول به. كيف تأويله؟ سيذكر، موجود أمامك. نعم، ما عنتم، ما وما دخلت عليه مصدر مؤول في محل النصب مفعول به. قال أي ودوا عنتكم، والعنة بمعنى المشقة والصعوبة والحرج. يعني نعم، مبني على السكون في محل الرفع فاعل. نعم، ألف هذه تسمى الألف الفارقة، تفرق بين واو الجماعة والواو التي هي لام الكلمة. يعني الواو في آخر الفعل قد تكون ضميرا وقد تكون لام الكلمة. طيب، يكتب الألف بعد الضمير للتفرقة بينهم، تسمى الألف الفارقة. وصلت؟ وقول الشاعر يسر المرء ما ذهب الليالي وكان ذهابهن له ذهابا بفتح الزال، هذا هو الأفصح والأصح. الذهاب على خلاف الأفصح والأصح، الذهاب بفتح الزال. يسر المرء ما ذهب الليالي، يسر فعل مضارع مرفوع، المرأة مفعول به مقدم. ما ذهب الليالي، ما وما دخلت عليه مصدر مؤول في محل الرفع فاعل. والتقدير يسر المرأة ذهاب الليالي. واضح؟ كل هذا لشرح حقيقة ما المصدرية. ما المصدرية هي التي يفهم منها مع ما بعدها معنى المصدر. وذكر لها المثال، أو وذكر لها المثالين، مثالا من القرآن ومثالا من الشعر. ثم قال وقد اختلف فيها، يعني اختلف النحويون في ماء المصدرية. فذهب سيبوي إلى أنها حرف. وكان يعني ذهاب الأيام ذهاب للإنسان. أحد الحكماء يقول ما المرء إلا دقائق وثواني، فإذا ذهب منه شيء منها، أي من الدقائق والثواني، ذهب بعض من حياته.
يعني أنت قل أنا عندي الآن 30 سنة. وأحيانا الإنسان يبتخر بذلك، مررت بكذا مررت بكذا مررت بكذا، ومرور هذه الأيام مرور لحياتك. دقات قلب المرء قائلة له، إن الحياة دقائق وثواني. وقد اختلف فيها، فذهب سيبويه إلى أنها حرف بمنزلة أن، حرف بمنزلة أن المصدرية. وذهب الأخفش وابن السراج، الأخفش تلميذ سيبوي، عندنا في علم النحو علماء كثيرون اشتهر كل منهما بلقب الأخفش. ماذا؟ أها، ماذا تريد منه؟ علماء كثيرون نحويون كثر، كل واحد اسمه الأخفش. ذكر السيوطي في كتابه بغية الوعاء في تراجم اللغويين والنحاء، ذكر 11 عالما، كل واحد اسمه أخفش. أخافش لماذا؟ لقب. لماذا هم يختارون هذا اللقب؟ لم يختاروا بل اختير لهم، لقبهم الناس به. يقولون الأسماء لا تعلل، الأسماء. أنت اسمك إيه؟ ولماذا سميت بعبد الملك؟ أنا غيرت فقط. ها؟ أصل اسمي آخراني لكن غيرت في مصر. لماذا غيرت؟ ليسهل. لا قائدة، الأسماء. لا، أنا اسمي أحمد، لماذا سماني أبي بأحمد؟ العلماء قفلوا هذا الباب، الأسماء لا تعلم. الأخفش ليس اسم عالم معين. الأخفش، أنا أقول هو علم، هناك علماء كثيرون اشتهر به، والأشهر من هؤلاء العلماء 3. هناك الأخفش الأكبر، وهناك الأخفش الأوسط، وهناك الأخفش الأصغر. هؤلاء 3 هم المشهورون، لكن البقية كلهم مخمولون، لا يعرف عنهم كثير من الأشياء. طيب، الأكبر شيخ لسيبوي، وهو من طبقة الخليل، أبو الخطاب، لقبه أبو الخطاب. الأخفش الأكبر شيخ سيبوي أبو الخطاب، عبد الحميد بن عبد المجيد، هذا اسمه ولقبه. طيب، الأخفش الأوسط هو تلميذ سيبوي، يعني سيبوي عنده شيخ اسمه أخفش، وعنده تلميذ اسمه أخفش. الأكبر شيخ سيبوي، والأوسط تلميذ سيبوي، وهو أبو الحسن سعيد بن المسأدة. أين نصب يعني؟ أين سيبويه؟ لا، سيبويه لا يلقب بالأخفش، هو وسط بين الاثنين، الأكبر أخفش، له شيخ اسمه أخفش وتلميذ اسمه أخفش. التلميذ لقبه أبو الحسن، عفوا كنيته أبو الحسن، واسمه سعيد بن مسأدة، وهو صاحب معاني القرآن، له كتاب اسمه معاني القرآن، وهو من المصادر الكبيرة في النحو والإعراب وتفسير القرآن. معاني القرآن للأخفش مطبوع ومتداول بين الدارسين. الأصغر الأوسط، والأصغر بينه وبين سيبوي قرابة 3 قرون، الأصغر، وهو تلميذ المبرد الذي سبق ذكره، له تلميذ اسمه الأخفش، لكن يقال له الأخفش الأصغر. طيب، إذا وجدت في أي كتاب من كتب النحو الأخفش مجردا، فالمقصود الأوسط. أيوة، إذا أريد الأكبر إما أن يقال أبو الخطاب، وإما يقال الأخفش الأكبر، لابد أن تذكر قرينة تدل على المراد،
وإذا ذكر الأصغر لابد أن تذكر القرينة، لكن بدون إذا ذكر دون أي قرينة مجردا فالمقصود تلميذ سيبوي أبو الحسن سعيد بن مسعدة. وذهب الأخفش وابن السراج إلى أنها بمنزلة، وذهب الأخفش وابن السراج إلى أنها اسم بمنزلة الذي، يعني هي اسم بمنزلة الذي، اسم موصول واقع على ما لا يعقل يستعمل في غير الأقلاء، وهو الحدث. والمعنى في الآية السابقة ود الذي أنتموه، ود الذي أي ود العنة الذي أنتموه، فما بمعنى الذي؟ وأنتم جملة الصلة والآئد مهزوف. ويسر المرأة الذي ذهبه الليالي، أي الذهاب الذي ذهبه الليالي. لماذا هو يسر؟ لماذا إيه؟ لماذا يسر؟ يسر ليس من السرور هنا؟ من السرور نعم. يعني لماذا يسر المرأة؟ الإنسان يفتخر بأنه مر بظروف صعبة ونجح وفعل وفعل، قال انتهيت من المعهد وانتهيت من الجامعة وعملت الماجستير والدكتوراه ودرست في جامعة كذا وألبت كذا وإشت في كذا. الإنسان يذكر تاريخه ويسعد ويشعر بالسرور، ولكن كل ما مر عبارة عن أخذ بعض حياته. وأنا قلت في الدرس السابق إذا كان عندك سؤال تسأل في الجزئية قبل أن نخرج منها إلى جزئية أخرى، هذا يعمل تشتيت، يشتت العقول. أنا شرحت البيت وانتهيت، لو كان عندك سؤال تسألني وأنا أتحدث عن البيت. إذا فاتك السؤال يعني انتهينا من المسألة ثم جاءك السؤال دون واكتب، وفي نهاية الدرس اسأل، اسأل كما تشاء. قال ويسر المرأة الذي ذهبه الليالي، أي الذهاب الذي ذهبه الليالي. ويرد على هذا القول، أي يعترض على هذا القول، يرد بمعنى يعترض، أنه لم يسمع أعجبني ما قمته وما قعدته. يعني لو كانت ما المصدرية اسما بمعنى الذي لورد عن العربي ذكر العاعد في جملة الصلة، ولم يأتي من العرب أعجبني ما قمته بذكر العائد، الدمير الذي يعود على ما، وما قعدته لم يرد، وإنما يقولون أعجبني ما قمت، أعجبني ما قعدت، لم يقل العرب ما قمته ولا ما قعدته. ولو صح ما ذكر الأخفش لجاز ذلك، لأن الأصل أن العائد يكون مذكورا لا محذوفا. انتهت هذه المسألة أيضا، من له سؤال فيها فليتفضل. من يريد أن يسأل فيها فليتفضل. والمصدرية أصح أنه الأصح أنها حرف، وهو رأي سيبوي. وأما لما، وأما لما الحرف الرابع، فإنها في العربية على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن تكون نافية بمنزلة لم، نحو لما يقضي ما أمره، أي لم يقضي ما أمره. لما بمعنى لم، ولكن بينهما فروق دقيقة ستأتي في باب إعراب الفعل المضارع. القسم الثاني وإيجابية بمنزلة إلا، نحو قولهم أزمت عليك لما فعلت كذا. لما فعلت كذا بمعنى إلا فعلت كذا، أي ما أطلب منك إلا فعل كذا. وحمل عليه قوله تعالى إن كل نفس لما عليها حافظ، قالوا التقدير إلا عليها حافظ.
وهي في هذين القسمين حرف باتفاق لما النافية ولما الإيجابية من الحروف باتفاق العلماء. والثالث القسم الثالث أن تكون رابطة لوجود شيء بوجود غيره، نحو لما جاءني أكرمته فإنها ربطت وجود الإكرام بوجود المجيء. واختلف في هذه أي في الرابطة، فقال سيبويه إنها حرف وجود لوجود، وقال الفارسي أي أبو علي الفارسي وجماعة أي جماعة من العلماء إنها ظرف بمعنى حين، إنها ظرف بمعنى حين. إذن هو منصوب على الظرفية يعني اسم. ورد على سيبويه عفوا ورد على الفارسي ومن وافقه بقوله تعالى فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، وذلك أنها لو كانت ظرفا لاحتاجت إلى عامل يعمل في محلها النصب. يعني إذا كانت لما في الآية ظرف فالظرف منصوب، وكل منصوب لا بد أن يكون له ناصب. طيب إذا كانت لما في محل النصب على الظرفية نتساءل أين ناصبها، أين عامل النصب فيها؟ وذلك العامل إما قضينا وهو ما بعدها مباشرة وهو فعل الشرط، أو دلهم وهو جواب الشرط، إذ ليس معنا سواهما أي ليس معنا في هذه الجملة ما يعمل غير هذين، ليس معنا آمل إلا قضينا ودلهم. وكون العامل قضينا مردود بأن القائلين بأن حسم يزعمون أنها مضافة إلى ما يليها، يعني لما مضاف وجملة قضينا في محل الجر مضاف إليه، والقاعدة عندنا والمضاف إليه لا يعمل في المضاف، هذه قاعدة المضاف إليه. إذن هذه القاعدة تبطل كون قضينا عاملا في لما، وبقي دلهم. قال وكون العامل دلهم مردود بأن ما النافية لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، ما النافية لا يكون ما بعدها عاملا فيما قبلها، هذه قاعدة أخرى. وبهذا يبطل كون قضينا عاملا. القاعدة الثانية ما النافية لا يعمل ما قبلها فيما بعدها، عفوا لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، لا يعمل ما بعدها فيما قبلها. وإذا بطل أن يكون لها آمل تعين ألا موضع لها من الإعراب، وذلك أي كونها لا محل لها من الإعراب يقتضي الحرفية. ممكن أسأل في الامتحان ألا ما اعتمد الجمهور في القول بحرفية لما، أذكر وبين وجه الاستدلال. دليل الجمهور ألا أن لما حرف، قوله تعالى فلما قضينا عليه الموت ما دلهم. ووجه الاستدلال أن لما ليس في الجملة ما يصح عمله فيها. سؤال على ما اعتمد الجمهور في قولهم على أن، في قولهم بحرفية لما، الجواب قوله تعالى فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض.
حيث لا يجوز أن يعمل فيها قضينا لأنه مضاف، والمضاف لأنه مضاف إلى لما، والمضاف إليه لا يعمل في المضاف. ولا يجوز أن يكون الآمل دلهم لأنه مقترن بما النافية، وما النافية لا يعمل ما بعدها فيما قبلها. وبهذا تتعين حرفية لما الرابطة. هل فهمتم؟ ثم قال وجميع الحروف مبنية، يعني تلزم حالة واحدة ولا يكون لها محل من الإعراب. قال في الشرح لما فرقت من ذكر علامات الحرف وبيان ما اختلف فيه منه ذكرت حكمه وأنه مبني لا حظ لشيء من كلماته في الإعراب. وهذا آخر درس اليوم، وبهذا انتهينا من الكلمة تعريفا، يعني انتهينا من تعريف الكلمة ومن تقسيم الكلمة وبيان علامات كل قسم وما يتعلق بكل قسم من الإعراب والبناء. في الدرس القادم إن شاء الله نتناول تعريف الكلام وأقسام الكلام، ثم يأتي بعد ذلك الحديث عن الإعراب وأنواع الإعراب وعلامات الإعراب. من له سؤال فليتفضل. إعراب الشيء المضارب. أها. تمام. يدعون الفتيات يدعون إلى العمل. الفتيات يدعون إلى العمل. أقول يدعون فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، وهو في محل الرفع لتجرده من النواصب والجوازم. والنون ضمير متصل مبني على الفتح في محل الرفع فاعل، والجملة في محل الرفع خبر المبتدأ. فقط لم يحصلها، باب مفتوح. فهل هناك دليل على حصر مثلا في القران؟ عندما انا اقول للاستاذ انا سوف اخذ كتاب تلك الذي علقت عليه، قل خذ ما شئت اثنان وثلاثه واربعه، فليس الاربعه معنى هذا عندي يعني لا تاخذ اكثر من اربعه. نعم. فهذا دليل ايضا ليس كتاب. انت تريد ان تقول الدليل يدل على هذه الدعوه؟ نعم. فيه مناقشه. هذه الآية من الآيات، من آيات الأحكام التي فيها مناقشات دقيقة وطويلة، يعني أشياء لهم وجه الاستدلال، والجمهور لهم الطرق في الرد عليهم وإبطال استدلالهم. وصلت؟ إذا أردت معرفة ذلك فارجع إلى الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي في تفسير الآية، وهو من أحسن من ناقش المسألة، أو كتب أحكام القرآن وكتب التفسير على العموم، ستجد كيف رد عليه. ومن الأدلة القوية في حصر التعدد على الأربعة التقييد بالأربعة إجماع الصحابة، إجماع علماء المسلمين، إجماع الصحابة. ولكن إجماع الصحابة ليس هجة، ليس دليلا عند الشيعة. ليس دليلا، لأن الصحابة أغلبهم ليس كذلك. لو كان إجماع الصحابة عندهم حجة لما كان لهم اعتراض في اختيار سيدنا أبي بكر خليفة لرسول الله، هم يعترضون على ذلك، وكلهم يرون أن ذلك على خلاف الأصح. لكن منهم من يبالغ ويقدح ويطعن، ومنهم من يمسك لسانه. إذن لو كان إجماع الصحابة دليلا عندهم لما كان لهم المخالفة. الشيعة عندهم وجهة نظر، ولكن المسألة تحتاج إلى أن نقرأ ونتعمل لنفهم وجهات النظر المختلفة. طيب،
سؤال آخر. المضاف إليه لا يعمل في المضاف. نعم. كيف نفهم؟ مثلا عندما أقول كتاب الله كتاب مضاف الله مضاف إليه، لا يجوز أن يكون سبب رفع كتاب هو الله. المضاف إليه لا يعمل في المضاف، لا يسبقه، لا يعمل. كل منصوب له عامل النصب، وكل مرفوع له عامل الرفع، وكل مجرور له عامل الجر. طيب المضاف والمضاف إليه، المضاف إما مرفوعا وإما منصوبا وإما مجرورا، ولا بد أن يكون له عامل. هذا العامل لا يجوز أن يكون مضافا إليه. هذا العامل. العامل في المضاف لا يجوز أن يكون مضافا إليه. المضاف يعمل في المضاف إليه. بل العكس، حتى هذا عند بعضهم. هناك من يقول الجر بالإضافة، العامل المعنوي. ومن يقول الجر بحرف جر مقدر. يعني في الجملة يكون مضافين أو ثلاثة مضافات، لكن مضاف إليه واحدة فقط. المضاف إليه نعم لا يكون إلا واحدة. لكن المضاف الأول والمضاف الثاني. كيف المضاف الأول والمضاف الثاني؟ أحيانا يأتي مثلا هذا المضاف الأول. هات المثال. لا تسكر. ابن أبي حفص. ابن مضاف، أبي مضاف إليه. أبي مضاف، حفص مضاف إليه. ما الإشكال؟ نحن نتحدث عن العمل. المضاف معمول في جميع الأحوال، إما مرفوعا وإما منصوبا وإما مجرورا، وكل معمول لابد أن يكون له عامل. طيب هذا العامل لا يجوز أن يكون مضافا إليه. هذا هو الكلام كله. لابد أن يكون غير المضاف إليه شيء آخر، ملفوظ أو مقدر أو، لكن لا يجوز أن يكون مضافا إليه. وصل؟ سؤال آخر. اسأل يا إسماعيل، تصدق علي بسؤال. ها؟ أنت بخيل يعني؟ فيض الله، أريد صدقة بالسؤال يعني. السؤال الجيد صدقة على الأستاذ. طيب نراكم يوم الأربعاء بإذن الله تعالى، والصلاة والسلام على رسول الله.